أنا أم لأيتام وأرغب في العمل، ولكن هذا العمل فيه اختلاط بالرجال، فماذا يلزمني أن أفعل وأنا ولله الحمد متدينة؟ لا تعملي مع الرجال وابشروا خير، دوري على آخر في بين النساء وابشروا خير، ومن يتق الله يجعل له ظهرا ومن يتق الله يجعل له نور يسرا. أما مع الرجال مع الممرضين أو غير ذلك لا، الفتنة خطر عظيم على دينك وعلى عرضك، لا تكون مع الرجال في العمل ابتعدي، ولا تكون سكرتيرة للرجل ولا مع الطبيب سكرتيرة الطبيب ولا تعاملينه، لا كل هذا خطر عظيم، مع النساء مع الطبيبات والممرضات لا بأس غيرهم في أعمال النساء، أما مع الرجال لا، ولو أكلت التراب. اتق الله وأنفق الخير، ومن يتق الله يجعل له من يسر.